صدفة لقيت الغزال جالس بوسط الحديقة قل عساه انتصار قل عساه انتصار والله ما فارقه وهو بحاله خطيرة ولو علي يا عسر ولو علي يا عسر قد كنت دور عليه من قبل مدة طويلة ولا لقيت الخبر ولا لقيت الخبر قالوا لي اترك حبيبك سيبي حبك لغيره قلت ما انتم بشر قلت ما انتم بشر والله ما اترك حبيبي لو تجيبوا بخيره تضربوا بالخطر تضربوا بالخطر أو تسجنوني سنين وأكون بحالة خطيرة أو يعدموني البشر أو يعدموني البشر ما شفت مثل بأرض الهند وأرض الجزيرة بشي واضح نظر بشي واضح نظر أكلمه وانشده وأقول له إني حبيبك لو قلبهم انفجار لو قلبهم انفجار حبيبي وقلبي والعيون لك هدية يا أعز البشر يا أعز البشر سبحان من ملكك هذا جمالك بكله لي أشوف انسحر لي أشوف انسحر حاولت خفف من الحب الذي صار سحبه زاد حبك ثار زاد حبك ثار سبحان من ملكك هذا جمالك بكله ليشوف انسحر ليشوف انسحر نحاول خفف من الحب الذي صار كثر زاد حبه كثر يا رب ارحم لحالي رحت احبه بشده ما حبي مثله بشره ما حبي مثله بشره ما حبي مثله بشره ما حبي مثله بشره ما حبي مثله بشره